السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. دقائق بإذن الله تعالى نتكلم عن مسألة مهمة جدا. كثير منا إلا من رحم الله عندما يمشي الآن في الطريق يرى القصور، العمائر، السيارات، متاع الدنيا، يفكر في ماذا؟ ها أخوان، كل واحد منا إلا من رحم الله الآن عندما نمشي ونرى هذه متاع الدنيا الآن من سيارات فاخرة وقصور وعمائر ومتاع الدنيا، تفكر في ماذا؟ في الغالب أنك تفكر في الملياردير أو في الوزير أو في الملك أو في التاجر، صح؟ أو الرئيس، تفكر تقول لو يتعرف علي الملياردير أو الوزير أو التاجر أو الملك أو الأمير، قل تعال يا فلان أنت حبيبي وخذ من مالي ما شئت ودع من مالي ما شئت، صحيح؟ أكثر الناس على هذا. طيب، هل هذه الأفكار صحيحة؟ الجنة تطلب من من؟ ها؟ الجنة أخواننا تطلب من من؟ لماذا لا نطلب الجنة من غير الله؟ لماذا؟ لأنه لا يقدر أحد على إعطاء الجنة إلا الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك الجنة، ما يملك أحد إلا الله. طيب، الرزق بيد من؟ الوزير؟ التاجر؟ الملياردير؟ الملك؟ لا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وتوكل على من؟ قال على الحي الذي لا يموت. إذن هؤلاء يموتوا. إذن هذا الذي يخطر ببالك هو من التعلق بغير الله. في الأخبار، نشرة الأخبار في بعض القنوات وكذا، تسمع قال أين حكام العرب؟ أين أهل الخليج؟ ضيعون العلماء، ضيعون كذا، ضيعون كذا. لماذا تطلب من الفقير، من الذي يموت، لماذا لا تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى؟ إذن هنا خلل في التوحيد يا إخواننا. قبل أن تأتي النعمة لابد أن يكون تعلق العبد بمن؟ بالله لا بغيره. ما يمكن أن نفتقر إلا لله سبحانه وتعالى. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله، أصل الكلام فابتغوا الرزق عند الله، لكن عندما قدم المعمول على العامل دل على الحصر، يعني لا تطلب الرزق إلا من الله سبحانه وتعالى. فابتغوا عند الله الرزق، ثم قال واعبدوه، ثم قال واشكروا له. سبحان الله، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله لا عند غيره، تمام. الرزق يعني لا ملوك لا حكام ولا أحد، تمام. واعبدوه، ما علاقة العبادة بالرزق؟ قال لأن العبادة هي سبب لفتح باب الرزق. سبحان الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بعض الناس إذا اشترى عمارة ولا اشترى أرض ولا سيارة ولا المهم، أول شيء يفكر فيه إيش؟ ها، عندما تشتري أرض أول شيء تفكر فيه ماذا؟ أنه الأسعار ترتفع، صح؟ وتصير الأرض بدل ما كانت بنص مليون تصير بكم؟ بعشرين مليون، يجي عليها مشروع ولا يحصلوا فيها بترول ولا كذا، صح أو لا؟ هذا مو خطأ أو صواب؟ الآن نحن ندعو الله، اللهم نعوذ بك من إيش؟ من الغلا، صح؟ صح أو لا؟ أي نعم.
فأنت عندما تشتري أرض لا تفكر في ارتفاع الأسعار، لأن ارتفاع الأسعار يضر بك أنت ويضر بمن حولك. ما تستطيع أصلا إذا بعت هذه الأرض تشتري أرض ثانية صحيح، لكن أدعو الله أن يبارك لك فيها صح، لأن بركة الله إذا حلت في الشيء لا نهاية لها. لا تكون طماع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجل يشتري له أضحية وأعطاه دينار. ذهب هذا الصحابي رضي الله عنه اشترى الأضحية، وهو راجع في الطريق وجد رجل قال تبيع عن الأضحية؟ قال نعم. باع الأضحية بدينارين، ثم رجع إلى السوق واشترى أضحية، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ دينار وأضحية، رابح. يعني ما خسر النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ربح. مفهوم؟ المفروض في نظامنا احنا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ايش؟ الأضحية ويعطيه دينار. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الأضحية وأخذ الدينار ودعا له بالبركة. تعرف لو أخذ الدينار كان انتهى الدينار. أخذ الدينار وأخذ الأضحية ودعا لهذا الصحابي بالبركة، فكانوا يقولوا أن هذا الصحابي رضي الله عنه لو باع ترابا لربح فيه. بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخواننا، أنت الآن تعمل، تكود، تصنع، تفكر، لا تتعلق إلا بالله، لا تطلب البركة إلا من من الله سبحانه وتعالى. أدعو الله أن يبارك لك في أهلك، في أولادك، في مالك، لأن ليس الغنى، يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح، عن كثرة العرض. يعني إيش؟ عنده سيارات وقطارات لا، وإنما الغنى غنى النفس. النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، طغيان، نسأل الله السلام. أن رآه استغنى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف. الكفاف يعني إيش؟ الوسط. إذن أنت ما تطلب الفقر ولا تطلب الغنى الفاحش، صحيح، تطلب إيش؟ الكفاف، لأنه هذا كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، دعا أن يكون قوت آل محمد كفافا، يعني وسط، لا إفراط ولا تفريط. والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت قال فجميع ما في الأرض لا يكفيها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفنا بحلاله عن حرامه، ويغننا بفضله عمن سواه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. Thank you.